تزخر مملكة البحرين في كافة محافظاتها بالعديد من المواقع الأثرية التاريخية التي يقصدها السياح من مختلف أقطار العالم. نعم، حيث تحتضن المملكة ثلاثة مواقع أثرية مدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو، وكما يتم العمل على استكمال الملفات لترشيح مواقع أخرى إلى هذه القائمة العالمية. أنعم الله على مملكة البحرين أرض الخلود بإرث ثقافي وحضاري متنوع نابع من تاريخها العريق، فعززت المملكة مكانتها المتميزة كمنارة للإشعاع الثقافي والحضاري بين ربوع العالم. هيئة البحرين للثقافة والآثار وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني تولي اهتماماً ملحوظاً بدعم الحراك الثقافي وتهيئة الظروف والإمكانيات اللازمة للحفاظ على الإرث الثقافي المادي وغير المادي وتطوير البنية التحتية الثقافية بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة الموقرة والرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة. وتجسد هذا الاهتمام في الحفاظ على التراث الوطني والتاريخي في ظل احتضان المملكة لثلاثة مواقع مدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو، وهي موقع قلعة البحرين، وموقع مسار اللؤلؤ، وموقع تلال مدافن دولمن. وتعمل الهيئة على استكمال الملفات لترشيح ثلاثة مواقع أخرى إلى هذه القائمة العالمية، مثل مدينة المنامة التاريخية التي حملت تاريخ التعليم وتعد نموذجاً للتعايش بين مختلف الأديان والأعراق والثقافات، ومدينة عوالي كأول مجمع سكني في المملكة وأول مدن العالم توفيراً للتكيف المركزي، ومشروع جزر حوار كموقع طبيعي وثقافي مميز.